ايوه طبعا، شباب. لانه اكيد عنده ضمير، غيره صح. ده هيبقى عنده ضمير، لانه بعدين مشكله المواطن. يعني انت كمواطن، معلش، خانق. ايه اللي يخليك اصلا تروح تدور على الرز والدنيا ضلمه؟ ما هو موضوع غريب برضه. طب افرض جبت الرز هتنقيه ازاي؟ ما هو برضه ها هتغسله ازاي؟ بلاش، جبت الرز ونقيته وغسلته وابتديت تسويه والكهرباء قطعت، او مش عايز اقول لك بقى الكبير، الغاز قطع. انه في مشكله في الغاز بس الحكومه مش عايزه تعترف، فالغاز قطع، هتعمل ايه بقى؟ هتشتكي لاحمد موسى؟ هتروح الحاج رجب شحاته برضو؟ لازم كده الناس تملص لنا ودنا كده ونضايقونا، لازم يضايقونا. لكن عموما الحكومه دي في كل الاحوال بتجتهد، برضو في قطاعات فيها بتجتهد اجتهاد كبير جدا عشان تخلي حياتنا اسهل. يعني انت مثلا لو انت عندك يخت، يخت انت اتخضيت ليه كده؟ لو انت عندك يخت مركب اللي هي بتاعت الفخفخه قوي دي، لو عندك مركب فخفخه قوي، الحكومه هترخص لك المركب وتديك رخصه في ميناء مخصوص بنيناها لليخوت في نص ساعه بس. يعني انت ممكن تسيب اليخت يترخص وتنزل تشوف الرز، تجيب الرز تركب اليخت وهلا هلا بقى على الجد، والجد هلا هلا عليه، لانه دي بقى حكومه عايزه تجنننا خالص. يعني عايزه مشاهد من مشاهد ايه اللي هو الناس تنزل من غير هدوم، حاجات كده بقى العبثيه الجامده دي. من يومين كده كان في فيديو واحد مصوره على الهاي واي، يعني الطريق السريع في امريكا، في واحده من الولايات الامريكيه، وست مش لابسه اي حاجه خالص ومعاه مسدس، كل يقرب تقوم ضرب عليه نار. غالبا دي مواطنه مصريه بس للاسف طياره نزلتها في حته غلط كده، المشهد كده تك 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 بتضرب نار على اللي جاي واللي رايح واي حاجه. فاحنا هنخش في الحاله دي، مش مصدقني؟ طب تعالى شوف تصريحات سيد وزير النقل، واحد من اكثر الناس اللي فلست مصر، بس صديق شخصي للرئيس. منصه سياحه اليخوت هتقدم بياناتك، هتسجل بياناتك، هتطلب فتره من الى، هتقدم جدول تقول انت عايز تروح انهي مكان يوم ايه، عايز تروح انهي جزيره يوم ايه، عايز تغادر مصر امتى. مجرد ما انت هتكتب الكلام ده بعد نص ساعة هيطلع لك تصديق، يقول لك طبعا، بيقول لك الرسوم بتاعتك اللي انت هتدفعها، مش بقى زي زمان بقى تروح 14 جهة، كل جهة تاخد منك رسوم وتدي لك موافقة، والجهة التانية ممكن ما توافقش على الموافقة الأولانية وهكذا. لا، في منصة واحدة، في منصة واحدة على موقع واحد في تطبيق واحد، هتدخل تسجل، يقول لك انت مطلوب منك 10 دولار 20 دولار 100 دولار، بتدفعهم اونلاين على طول، بتاخد تصريح بقى خلال نص ساعه يكون عندك التصريح، تقدر تتحرك وتقدر تعمل خطه سياحيه كامله في كل المراية المصريه وعلى كل الجزر المصريه وعلى كل الجزر المصريه. منصه طبعا انتوا عارفين حضراتكم المشكله الان، 100 مليون مصري مشكلتهم في موضوع اليخوت ده، الناس محتاره تعمل ايه في سياحه اليخوت. كل مصر النهارده اصبحت منتشره جدا في الترع والمصارف ومصريه، كل واحد النهارده عندنا في البلد في خنواي مشكله الناس في اليخوت، كل واحد عنده يخت، يخت عليها. مشكله كبيره حقيقه كامل بيه، يعني مش بيتكلم كامل بيه وزير النقل عن عما يحدث الان من مشاكل، لا بيتكلم عن سياحه اليخوت، ما مش مشكله. لما خلونا نشوف المشاكل، شوف المواطنين وشوفوا الناس بتتكلم ازاي، شوفوا الواقع بتاعهم ايه. معلش هنقلك نقله كده من سياحه اليخوت اللي كامل بيه مشغول بيها، يعني اعتبر ان احنا دوله الحمد لله معظم شعبها عمال، يعني مشكلته في تصريح اليخوت دي كانت مشكله عميقه جدا، يعني الحمد لله حلتها الحكومه الحمد لله.